السادة المحترمين ما عليهم من جهود. إن الرقمنة من شأنها أن تقدم بالفعل حلول جذرية للعديد من الإشكالات المتعلقة بتخزين وحفظ مختلف الوظائف. هذا حرصت الدولة الجزائرية على غرار دول العالم على إحداث مراكز ومصالح خاصة بتخزينه وحفظه وتسييره، وألزمت بذلك كل القطاعات العمومية منها والخاصة. كما حرصت الدولة كذلك على تخصيص موارد مالية معتبرة ووسائل مادية كبيرة لتطوير الأرشيف الوطني وتحديثه. أن الأرشيف ليس الوثيقة القديمة، بل أن الأرشيف حالياً ونحن نجدي في هذا اليوم وليعتبر آخر أيام الأسبوع العالمي للأرشيف، نعرف أن في الجزائر لديها منابر ولديها كذلك عوالم ولديها نواصي في هذا المنبر خصيصاً وهو منبر الأرشيف.